عليكم، مرحبا بكم مجددا. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الفطور كامل، يعني غادي نبداو من الاول ديالو حتى الاخر ديالو. غندير لكم فطور كامل متكامل. اول حاجه غنبداو بها، غنبداو بطرقاد القطبان ديال الدجاج. ها هو على القياس اللي نتوما عندكم اللي بغيتو، على حساب ما لي نضار. عندي في المكونات عندي شويه ديال عطريه ديال شاورما، عندي شويه ديال الزعتر ماشي بزاف، عندي مليحه، عندي بزار، وعندي دانون ما ياغورت. المهم طبيعي صافي، كما بغيتو ديرو ديروه طبيعي. انا درت هاد الصغيور، هذا هو تيبان لكم. غنديرو كامل الدور ديال هاد الياغورت يهشش اللحم. غادي ندير هاد التوابل كامله. الزعتر ما حكيتوش، خليته هكاك. غديروا شويه ديال البزار. البزار هنا كاين اللي بغى يدير الهريسه يديرها، ولا يدير السودانيه. شويه ديال المليحه صافي. غادي نخلط هذا الشيء ونخليه يترقد على الاقل واحد ساعتين ديال المكانه. انا غنزيد فيه حتى شويه، وغادي نزيد فيه واحد العصيره ديال الحامض ولا ديال الخل باش تزيد اللحم تهشش ليا مزيان. بحال هكا هذا دابا غنخليه بحال هكا يترقد، وغنمشيو لحاجه اخرى. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي غادي تمشي في هذا الفطور ان شاء الله، عندنا الجزر. تقريبا عندي نص كيلو ديال الجزر، قطعته كما بغيتو تقطعو قطعوه. وفي نفس الوقت درت الماء تيغلى، غادي نخويه فيه. ديروا القياس فاش غيتسلق الماء، لان هذاك الماء ديالو هو فاش غادي نعصروه، فاش غنطحنوه زعما، عفوا. يعني ديروا فيه الماء وخليه يطيب، هذا يطيب باش يبرد. دابا انا غنسبق الحوايج اللي غادي يترقدوا، اللي خصهم يبردوا لينا. عصير الجزر يعني خصو يطيب ويبرد باش يجينا مع الوقت هو هذاك. دابا غنمشيو حاجه اخرى. دابا غنمشيو ان شاء الله للطبق الرئيسي بعد ما درنا الجزر يتسلق ديال العصير. عندي تتشوفوا هنا الدنجال، عندي ثلاثه ديال الدنجالات حليتهم على جوج. عندي شويه ديال المطيشه، قول مطيشه وحده. عندي بصله، وعندي واحد شويه ديال الكفته. هنا الكفته تتبقى اختياريه، يا ديال الدجاج يا ديال الغلمي، تديروا اللي عجبكم. بغيتوا تستغناو عليها تقدروا تستغناو عليها وديروا بلاصتها طون. المهم انا هنا غندير انا شويه ديال الكفته. بالنسبه للعطريه كاين تحميره، خرقوم بلدي، ابزار، ملح، سكنجبير، والثومه يابسه. هادو هما العناصر اللي غادي نديرو في العطريه. و تيقرب منين بغي نلوح مطيشه عاد غندير الكامون. الكامون ما غنديروش دابا حيت تيتحرق و تيولي في واحد المذاق خايب. المهم وعندي زيت بلديه. اول حاجه غادي ندير، غادي نسبق البصله مع هذيك العطريه كامله تهبط. نزيد ليها زيت بلديه. منين تهبط هاد العناصر عاد نزيد مطيشه. منين طيح مطيشه عاد ندير الكفته. غنخلي الكفته هي الاخرى، بينما غادي نخدم حتى هذاك القلب ديال الدنجال. دابا هاد العناصر غنديرها تقله فوق البوطه. بالنسبه للكفته ومطيشه غنخليهم هما الاخرين. غادي نجيو دابا للقلب ديال هذه القلب ديال الدنجال. انا الدنجال نقدر ندير ليه بحال هكا ونخوي عليه شويه ديال الزيت بلديه وندخلو الفران يتشوى، ومن بعد نخويه. نقد نبخرو، نقد نسلقو، وهذاك الشيء اللي غنحيدو من الداخل غنقدو نحيدوه من دابا. ويني غادي نخسرو الدنجال، غندير ليه غير بحال هكا ونديرو يتشوى ولا يتسلق ولا يتبخر. نتوما عندكم الاختيار، غير الا سلقتو غادي تقطروه من الماء باش هذا الشيء غادي نحيدو، وغادي نزيدو على هذيك البصله وديك الكفته وديك مطيشه. ما غنضيعوش باش نعمرو به عاود الدنجال.
دابا هادو انا غادي نديرهم، ما عنديش الوقت، غنديرهم غير يغلاو واحد شي شويه، تقريبا واحد 5 دقائق ما كاملاش، غير الدنجال يطلق شويه نحسو به هبط، نقدو نحيدو هذا صافي باش ما ثاني ما يتعجنش. هانش كي درت ليه، انا غندير الدنجال في ساعه، راه 5 دقائق نقد نحيدو، وهذاك الداخل ديالو غادي نديرو قبل الكفته مع البصله. نقد كاع ما غنشعلش البصله دابا، حتى ناخذ هذا اللب ديال الدنجال نديرو عاد باش نقليو كلشي باش نعمرو به الدنجال باش ما نضيعوهش. ونتلاقى بالنسبه لاصوص الطوماط، ها هي في هذاك الداخل ديال الدنجال، انا غنوري لكم كي درت ليه. دابا غادي نلوح الكفته ديالي فيه، غنلوح الكفته ونخليها تطيب شويه صافي باش نعمر الدنجال. في داك الداخل ديال الدنجال كي جا مع مطيشه، صح بطاط مطيشه مع الدنجال البصله، عاد حتى الكفته حتى هي الاخرى، هي انا ربطت تشحى شويه. بالنسبه للدنجال ها نتوما، ها الطريقه اللي درت، تنهز معلقه تنبدا نخوي شويه بشويه. انا هذا ما درتوش ملي تيكون الدنجال فيه الزريعه، تنحاول ما تنديرهاش. انا هذه ما درتهاش، درت ديال الاخر، وتناخذ الموس وتنضرب واحد الضريبه هنايا، لاننا تيكون شويه قاصح باش الدنجاله ما نتقبهاش، ونحاول نحيد هاد شتيت الزريعه هذه نحيدها. الا كانت مزيانه تنديرها طيب، كانت غير زريعه تنحيدها، انا تنتحكم فيها. شتيها هادي كلها زريعه، وتنعاون بالمعلقه حتى تنخوي. المهم هذاك الدنجال اللي تنخويو ما تنضيعوش. صافي هو الدنجال ديالنا دابا واجد، نتسنى المقله توجد. هذا كله ما درتوش، حيت هاد الدنجاله هادي فيها الزريعه، انتم تتشوفوا الا فيها الزريعه ما كاينلاش تردوها. الدنجال بالنسبه للاصوص، ها هي بدات دابا، ما حتى هي سخونه، هي سخونه، انا غنرمي فيها واحد جوج ديال الجبن المثلث باش يذوب ليا فيها. اللي ما عندوش عنده الجبن المبشور يديروا اي جبن عندكم ديروه هنا، انا سهلت عليكم الشغل، ديروا غير هذا الجبن. بغيتوا ديروا فيها بيضه ديروها، ولا حتى جوج، لان ملي غتخويوه وتدخلوها الفران انا غندير فيها الجبن، واولا لاصوص بيشاميل حتى نعمروا الدنجال ديالنا، ونخوي فوق منه لاصوص بيشاميل ونديروا فوق منه شويه ديال الفرماج ويدخلوا الفران. دابا انا غير غندير لهم هكا الجبن في العود من لاصوص بيشاميل، درت الجبن المثلث سهلت عليا الشغل، وغنرمي فوق منهم حتى يقربوا يخرجوا واحد شويه ديال الفرماج محكوك. دابا انا غنقادهم في المول ونتلاقاو باش نعمرهم. دابا انا غنعمر الدنجال ديالي هنا، واحد القضيه نسيتها، تقدو ديروا مليحه في الدنجال باش حين تيجي شويه مسوس الداخل ديالو، نرشو فيه مليحه شويه ديال الملح الداخل ونعمرو حين تيجي شويه هو مسوس. هنا قلت لكم اللي بغى يدير لاصوص بيشاميل فوق من هاد الحشوه، ها شويه ديال الكفته عمر الدنجال ديالنا، يعني ما درتش واحد الكميه، ما كاملاش حتى 125 غرام ديال الكفته ما كاملاش اللي خدمت في هاد الدنجالات، وشتو الدنجال راه كبير مع ديك البصيله ومطيشه وحده، وفي نفس الوقت اللب ديال الدنجال رديته، يعني احتفظت به ما رميتوش، لان اصلا هو اللي مهم، غير اللي فيه الزريعه اللي ما ديروش. ها نتوما تتشوفوا الطبق ديالنا، ها هو جاهز. باش نديرو في الفران هنا كاين، نقدو ندخلو بحال هكا، دهنت غير المود شويه الزويته، يبقى الدنجال ناشف ناشف. نقدو نحكو جوج مطيشات
مع راس ديال الثومه ونخويو لاصوص لتحت ونخليوها طفي بطبيعه الحال مع الكمون والتحميره والسكنجبير وداكشي ونخويوها من هنايا وتجي ويجي بلاصوص ديالو. هنا تيبقى اللي بغيتو ديرو. انا بالنسبه ليا صايبت شويه ديال لاصوص، حكيت واحد جوج مطيشات، زدتهم واحد شويه ديال الثومه وبراره تشوفوها، الكمون، الملح، البصل. صافي هادشي اللي درت. غادي نخوي بالجنب ديال الطبسي بحال هكا، غادي نحاول نخويه في الجنب ديال الطبسيل حتى نعمر الطبسيل كامل. صافي وغادي ندخلها للفران حتى تقرب طيب، عاد ندير شويه ديال الفرماج احمر. هنا قلت لكم اللي بغى يدير البيشاميل يديرو، اللي بغى يدير الفرماج احمر يديرو. دابا غنمشيو لواحد الشوربه ساهله وصحيه بزاف، حاولوا جربوها، ما تقولوش راه ما غتجي زوينه، جربوها عاد حكموا اش فيها. فيها غير البر او البصله والفلفله حمراء، ضروري تكون فلفله حمراء. عندي هنا شويه ديال الزبيده في القليله في الطنجره، غادي ندير البر ديالي يتشحر واحد شويه مع الملح والبزار، غير واحد شويه يتشحر. غادي نلوح عليه الفلفله، نلوح عليه الفلفله وغادي نبلل في ساعه غادي يطيب. منين غادي يطيب غادي نطحنوها و هي اصلا ملي غادي تطيب انا غنوريكم ان غادي نزيد فيها واحد جوج معالق ديال الرز. غادي نطحنوها وغادي نوقفوها غير اما بالحليب والفروماج ولا لا كريم فريش. البر هو هي تقلات تشوفوا فيها، غادي نضيف الفلفله ديالي. هنا راه تقريبا عندي واحد 4 ديال الفلفلات، هما غادي ندير واحد المعلقه ديال الرز. الرز راه مزيان في اي شوربه، احسن من الدقيق البيض. حاولوا واخا تيجي شويه صعيب يتطحن، طحنوا القياس اللي طحن لكم بعدا فيه، ومن بعد راه غيطحن مع الماكينه. دابا درت الرز ديالي، الفلفله، البر مشحر، البصله، الابزار، الربيع غادي نخليه حتى لاخر لحظه هو ولا الزعتر على حساب اشنو باش بغينا نسمو، حيت كاين اللي تينسم بالزعتر كاين اللي تينسم بالربيع. دابا غادي نضيف الماء طايب، نضيف القياس ديال الماء فاش غطيب ليا الفتله والقياس ديال الشوربه اللي بغيت، ما نكثرش الماء بزاف حيت مازال غنزيد لها شويه ديال الحليب. دابا هادي غادي طيب، ومنين طيب باش نطحنوها نزيدو لها شويه ديال الحليب والفرماج. بالنسبه للصوبه ديالي هي وجدت، صافي طفيت عليها لان الفلفله ما تحتاجش داك الطياب بزاف مع البورو. غنطحنها، عندكم هادي طحنوها فيه، ما عندكمش طحنوها فيه. انا غنطحنها وطلاقه. ها نتوما الشوربه ديالنا اللي تشوفوها طحنات، ها تتبان طريفه. انا بالعاني ما طحنتش بزاف، خليت واحد تيبان واحد طريفه ديال الفلفله حمراء، ما تتعرفيها واش فلفله ولا قرعه ولا دابا هنايا نسموها بشويه ديال الربيع ولا شويه ديال الزعتر. اول حاجه انا غادي ندير، انا عندي القشده الطريه ويني ما غنديرهاش، ما بغيتهاش. غادي ندير انا في بلاصتها غير الجوب المثلث. اللي بغى يدير القشده ها هي يديرها، ديروا ثلاثه ديال المعالق. انا غندير غير الجوب حيت كاين اللي ما تيبغيش القشده، المهميه تتجيب القشده تتجيب بالجبن. وبطبيعه الحال غادي نزيدو فيها واحد شويه ديال الحليب ونغطوها واحد شويه تسخن. هاد الجبن والحليب ما تنديرو حتى لاخر مرحله، منين تنبغيو نحطوها. غنزيد واحد نص كاس ديال الحليب على حساب نتوما شحال بغيتوها ثقيله خفيفه، انا غنزيد نص كاس ديال الحليب. صافي وغادي نحركها. هذاك الجبن راه غادي يذوب بطبيعه الحال، اللي بغى الكريمه يزيدها. وحتى نبغيو نقدمها عاد غادي نزيد شويه ديال الربيع اولا شويه ديال الزعتر حساب نتوما شما بغيتو. ما بغيتوش تزيدوا فيها البزار، كل واحد باش تيبغيها. المهم ها الشوربه ديالنا دابا وجدات، هذاك الفرماج هو غيبدا يذوب، نتسنى عليه يذوب اولا نعاود نطحنو الى ما دابش ليا. الشوربه ها هي وجدات، الكغاطان راه درناه في الفران، غيبرد خيزو باش نطحنو العصير تشوفوا كيفاش جا.
ونركبوا القضبان ديالنا في القضبان بالماء، شربوا الشرموله مزيان ونطلقوا. بالنسبه للغراتان ديالي ولا الدجاج معمر، ها هو وجد. درت فوق منه شويه الفرماج الاحمر، لاصوص راها باقا خاطره، لتحت اختارت يعني قد بنادم يغمسها، ما حد الفران باقي سخون. انا غادي ندير معكم واحد الخبيزات طريفات ديال باريزيان، غندهنهم بشويه ديال زيت العود ونديرهم مطيشه يرافقوا لينا هاد لاسوب ديالنا. نحيد الكراتان. بالنسبه للخبز هو هذا، جبت باريزيان بحال هكا، قطعته دي ترونش عوجي، ديت هنايا زويته بلديه مع شويه ديال الزعتر. تقدروا ديروا الثومه، انا ما درتش الثومه، درت غير الزعتر مع الزبيته. لتحت راه دهنته، تندهن غير بحال هكا خفيف، ندهن الخبز ديالي. انا ما بغيتوش يتقريه، غادي يطيب. هذيك مطيشه اللي بغيت ندير فيه غير تصهد ليا، هي راه مطيشه غتبقى خضراء وتصهد في نفس الوقت، فيه المذاق ديال هاد الزعتر. حاولوا نهزوا الزعتر، نديروه هذيك اللويطه راني دهنتها، ديروا شويه الزعتر غتيجي فيه مزيان. ناخذوا شويه الزعتر نديروه. انا هزيت بحال هكا مطيشه ديالنا، هنا بطبيعه الحال فيها مليحه وبزيره، تديروا لها بحال هكا. نقد نزيد فيها انا الزبيته هذه باش لا ما نضيع هذيك الزبيته. غندير مطيشه بحال هكا، كلهم غندير لهم مطيشه. وبطبيعه الحال غادي ندير الطون، طريف ديال الطون اللي تياكل الطون، هو هذاك اللي ما تياكلش الطون فبلاص الطون ديروا شي حاجه اخرى كاشير، خليو غير مطيشه هكا مع خبيز انكم تتاكلوا حتى الخضره تناكلوها بطريقه اخرى. هذه مع الشوربه مع داك البولوتي غتمشي مزيانه. وندخلهم الفران شويه يصهدوا، بحال غير غادي تلوى هذيك مطيشه، غير غادي نلويها وتلوى. نقدر ندير فوق منهم شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفرماج، صافي هادشي اللي غندير فوق منهم ويوجدوا. الخبز ديالي ها هو باقي ما دخلتوش الفران، ها نتوما تتشوفوا فيه كما قلت لكم، درت ليه مطيشه خضراء مع مليحه وبزار وشويه ديال الطون والفرماج، وزيدوا شويه الزعتر. من بعد الدجاج ديالنا اللي كنا رقدنا قبيله بياغورت وشويه ديال العطريه ديال شاورما مع بزيره ومليحه، ها هما حتى نبغي نديرهم عاد غندير عليهم زبيته. القبيله انا ما درتش زبيته بلديه، دابا غندير واحد شويه ديال زبيته عليهم. صافي وغادي ندخلهم، يعني غادي نشويهم بين ما، حيت راه باقي لينا العصير ما طحناش، بغيت نخليه هو اخر مرحله ونتلاقى. الجزر ديالي برد، ها هو خليته في الماء ديالو، شفتو فاش تسلق، ماشي تالي تخليه يتسلق بزاف حتى الفيتامين ديالو كله يمشي، يعني حيت كاين اللي ما تياكلش خبز وخضر تيضرو. حنا هنا درنا ليه بحال نص طيبه. غادي ندير ليه القياس ديال السكر، ما غنكثرش باش طبيعة الحال الناس اللي ما تيشربوش السكر ما تيشربوش. غادي نطحنوا هذا بالماء ديالو ونتلاقى. بعد ما طحنتو عطاني هاد لابيغي، هادي انا نقسمها على جوج، شتو كي جا عاقد بحال لابيغي ديال الخيزو. هادي غادي نخوي فيها الليمون، لي بغا خيزو بالليمون، وغادي نزيد فيها شويه ديال الفريز.
كما بديكم شد الليمون، غنزيد شويه ديال الفريز. هنا تقدو تزيدو الخوخ، الفريز، البنان، اي فاكهه بغيتو تقدو تزيدوها مع الليمون وطحنو. دابا انا غنطحنو باش نمشيو ل ديال عصير ديال الخيزو مع الليمون مع الفريز. ها هو واجد، هادوك راه غير طريفات ديال الفريز. دابا هذا غنخليه على جنب وغنهز هذيك لابيغول الاولى. طبيعة الحال غادي نزيد عليها شويه ديال الماء بارد. شويه ديال الماء باش ما تجيش عاقده بزاف. وغادي نزيد واحد دانون، دانون يكون منكه، اما يكون فاني اما بيستاش. تفريز يجي تقدو ديرو واحد حتى لجوج ديال ياغورت، واحد حتى لجوج. دابا العصير ديال خيزو مع الماء مع دانون، ها هو واجد، وديال الفريز مع الليمون ها هو. ملي غندير التقديم النهائي راه غادي تشوفوا، راه تيبان لكم الفرق، يعني نفسه هذاك بالجزر والفريز اولا الفاكهه اللي كاين، الخوخ عرفتي كلشي تيجي به مزيان، بنان كلشي. هذا خليته غير بدانون وبخيزو وبالماء. هنا واحد غادي نديرو واحد بحال كلاص بحال ديسير. هذا البنان جبتو، ويني انا من البارح درتو في الثلاجه تجمد، ها هو راه شويه ديكونجلا ليا. المهم خصو يكون قاصح، غنديرو في الماكينه يكون جامد. قطعوه مرفوات وديروه في بلاستيكه وبيتوه في كونجيلاتور، ما ديرو ليه حتى حاجه. هكا كما تتشوفوا فيه غير البنان، انا غادي نطحنو ونطلقى. ها هو شتو طحن، حتى حاجه ما درتها ليه. المهم خصو يجمد مازال اكثر من هكا. انا دابا غنسر بين سرع العمليه باش ما يطلقش ليا، حيت هذا تيبقى حتى لاخر لحظه تديروه. انا هنايا هزيت شويه ديال الشوكولات، نوعيه جيده، درت ليه بحال هكا، قطعته غير بالموس، وشويه ديال البسكوي اوريو حتى هو درت ليه هكا. وغادي نخلط وغادي نديرو في كؤوس. باش نقدمو هنا، خص العملية تكون سريعة باش ما يطلقش. هنا راه القياس ديال ثلاثة ديال البنانات، نتوما شفتو كي جا. نحاول نملا الكؤوس، هذا تيبقى حتى لاخر لحظة ويتقدم. راه ما فيه حتى حاجة، البنان بوحدو بلا سكر بلا يعني ما زدت فيه والو، تتشوفوا فيه هكاك. كاين اللي بغى باش يجي كريمي مزيان يقد يدير فيه شويه ديال لا كريم فريش هكا، منين يكون ندير يديرها فيه ويطحنها معاه. وفي التزيين النهائي نديرو هاد البسكوي هذا. هذا راه ديسير كلاص، يعني طبيعي 100%، ما فيه حتى حاجه، حتى شي مكونات زائده ما كايناش فيه. انا غنردو للثلاجه بين ما غادي نقدموا المائده. السلام عليكم، ها الميده ديالنا سالات، ها الفطور ديالنا صبح جاهز.
ما بقاش الله غير يود المغرب. انا غندوز لكم وحده بوحده باش تشوفوا اشنو صايبنا المجموعين. اول حاجه كنا بدينا بها، بدينا بالعصير، درناه يطيب. ها هو العصير ديالنا ديال الجزر، ها اللي درت فيه الفريز والليمون، ها الجزر الثاني اللي درت فيه غير الدانون مع الماء والجزر طايب في الماء. هنا تقدو كما قلت لكم تزيدوا فيه حتى شي حاجه ديال الفاكهه، اي نوع ديال الفاكهه تقدو، ما ترتبطوش غير بجوج انواع. ها هي الشوربه ديالنا ديال الفلفله مع البورو مع واحد المعلقه ديال الرز مطحون، وفي الاخر زدنا فيها الفرماج مثلت او لا القشده على حسب الذوق. اللوان راه مشاو متناسقين، الليموني مع الليموني راه جات غير صدفه، يعني ماشي درتها متعمده، جاتني صدفه وصافي. هادو الخبيز لي باريزيان اللي قطعنا، وكما قلت لكم دهنتو بزويده زويته العود عفوا، ودرت فيهم شويه ديال مطيشه مع الطون، وفوق منه شويه ديال الفرماج. ها هما تتشوفوهم كيجاو. ونمشيو لو بلا برينسيبال ديالنا، ها هو الكغاتان. عادي ما في حتى شي حاجه، شي صعوبه ولا شي حاجه. انتم تتشوفوا المطيشه لاصوص ديالو كاينه لتحت، وداك اللب ديال الدنجال عاود نشحرناه مع البصله ومطيشه، وزدت عليه شويه ديال الكفته تقريبا ما كاملاش 100 غرام ديال الكفته. عطاتنا صحن ودنجال عندي كبير اللي استخدمت. ها هو بالنسبه للقطبان ديالنا اللي رقدنا في دانون مسوس، يا عفوا ياغورت مسوس مع العطريه ديال الشاورما وشويه ديال البزار والملحه. ها هو نمشيو تاني للكلاص ديالنا ديال البنان، يعني ديسير قول كديسير، راه ما فيه حتى حاجه، كشتوه طبيعي بدون مكونات بدون حتى حاجه، يعني غير البنان درتو حتى جمد وطحنته وزدت عليه شويه ديال الشوكولات. بالنسبه لهاد المسمنات اللي تتشوفوا هنا، هادو راه غادي ينزلوا في حلقه بوحديتهم حيت ما يمكنش ليا غنخدم كلشي في دقه واحده. هادو كنت صيبتهم بوحدهم، درت لهم حلقه بوحدهم لان بغاو الوقت. انتم تتشوفوا هاد المسمنات معمرين بالكفته، وهذه بطبيعه الحال راه دوزناها في الحلقه. هذه المحنشه بالكنافه، راه كنت دوزتها لكم. ها هي المحنشه ديال الكنافه، راه جات هائله. تقريبا كلشي اللي في الميده راني دوزتو. نمشيو للخبيزات حتى هما اللي كنا عجنا مجموعين، راه لحتهم لكم في القناه، وتنتمنى انكم تكونوا جربتوهم واستفدتوا منهم. وبطبيعه الحال باقي واحد الحاجه اخرى، السفوف اللي كنت بديت معكم في البدايه ديال الحلقه، سفوف طبيعي اللي صيبت غير بالشوفان وبالشعير وبدقيق ديال القمح، ما فيه لا زيوت لا زبده لا والو، يعني ناشف مطحون هكاك. تنتمنى ان الطبله ديالنا تنال الاعجاب ديالكم، وهانتوما تتشوفوا فيها كامله، يعني ما خداتش ليا وقت. على جوج اشكال مع ديسير مع وجبه كامله يعني الفطور، وطلعت بواحد الثمن اللي هو بخس. يعني الا قلت لكم ما فايتاش 70 درهم الميده ما غتصدقونيش، يعني شي حاجه من حاجه قليله خرجنا حاجه كثيره. يعني بنادم ماشي ضروري انه يدير حوايج كبار باش يخرج مائده ديال الفطور، يعني من حوايج صغار خرجنا ميده ديال الفطور هائله. تنتمنى انكم تجربوا هذا الفطور وتستمتعوا به، وفطور شهي بالنسبه لنا ولكم. وتنتمنى انكم تفعلوا مع الجرس وديروا لايك باش تشجعونا نزيدوا القدام. كما قلت لكم دائما بغينا بزاف ديال اللايكات والجرس يتفعل قبل ما تخرجوا من القناه، وشكرا.